اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اخر حاجه معانا مقارنه ما بين رزاق سيسي وجونيور اجاي. طبعا رزاق سيسي واحد من اهم المفاتيح اللعب في نادي الاتحاد، لعيب مهاري جدا وسريع وبيروح على الجون كتير. يمكن هو جنسيته طبعا ايفواري، اجاي من نيجيريا. سيسي لعب 24 ماتش سجل 5 وصنع 7 ماكينه اسيستات. بيصنع اهداف كتير جدا، عامل 7 اسيست، عنده 20 سنه. أجاي طبعا لعب أقل عشان بادئ من أول يناير، لعب 9 سجل أهداف 4. رغم كده لو حضرتك لاحظت هتلاقي إن القدرة التهديفية بتاعت أجاي أعلى. أعلى. يعني صح. الفينش بتاع رزاق سيسي مش جامد قوي. صح. لكن هو ماكينة أسيستات، بيصنع أهداف كتير، بيستغل سرعته والمراوغات الناجحة بتاعته، لعيب مهاري وسريع وبيصنع أهداف كتير. لكن أجاي هتدافع على الجون أكتر رغم إنه لعب 9 ماتشات بس مسجل أكتر. فدي الميزة اللي في أجاي طبعا، القدرة التهديفية والفينش بتاعه أكتر. تمام. يمكن ده أبرز لاعب طبعا. رقم 2 عمار حمدي. عمار حمدي ابننا طبعا، ابن النادي الأهلي. يمكن هو لعب 6 مباريات مسجل 3 وصنع 4. دول اخطر اتنين لعيبه اللي هم هيلعبوا في الهجمات المرتده، اللي لازم المدافعين وخط الوسط ياخدوا بالهم. لازم يكون في واحد من الاثنين الارتكاز كمان يثبت مين اللي هيثبت ورا عشان يعمل التغطيه. لما نعرف اللي هيلعب بقى هنقول. عموما انا بشكرك جدا يا دكتور احمد على وجودك معانا النهارده، ان شاء الله نلتقي ما بعد المباراه.